السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله نهاركم يا إخوتي. سمعت أن الأمطار تنزل على بلاد الشام، نسأل الله أن تكون سقيا رحمة وأن يغيثهم الله بغيث من عنده. هنا تهطل الأمطار أيضا الغيث في ستوكهولم. ندعي لكم دعوة الله يستجيبها، ندعي لكم بالفرج وبالسعادة وبالهناء وبالثبات والستر، أهم شيء الستر، الستر أنت لكم الستر هذه الأيام. الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر عليكم، الله يستر على حريماتكم، الله يستر على عوراتكم، الله يستر على عرضكم، الله يستر على بيوتكم، الله يستر على إيمانكم ودينكم وصحتكم، الله يستر عليكم جميعا، آمين. الحمد لله عدنا من السفر، عدت من السفر قبل قليل، وكنت سعيدا جدا في السفر والجلوس مع أهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الحكمة وأهل اللغة وأهل الشعر، سبحان الله أحبهم. يعني ما شاء الله، يعني في الطريق إما كنا ندعو الله سبحانه وتعالى مع هذه الوجوه الطيبة حملت كتاب الله وحملت العلم، إما نذكر الله، أو قرأ علينا الشيخ محمد ولد السالك حفظه الله ألقاء الأربعين النووية، وتذكرنا الإمام النووي رحمه الله تعالى وكيف كان إنتاجه وكيف كتب الله القبول له. 41 سنة يا إخوتي الإمام النووي رحمة الله عليه، كتابه رياض الصالحين لا يكاد يخلو بيت منه في أنحاء الأرض ولا مسجد. سبحان الله، كتبت كثير من الكتب، ولكن سبحان الله هذا الكتاب، كتاب الإمام النووي وكتبه، كتب لها القبول. نعم، فقرأنا 40 نووية وأخذت وعدا عن نفسي أنا أحفظها، يعني أن أراجعها الآن إن شاء الله وأخذ بها إجازة إن شاء الله إن توفقني الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليس من أجل أن أعلم الأولاد عندي في المسجد وأعطيهم إجازة في 40 نووية، ليست صعبة، أنا ذاكرتي صارت تعبانة ما بتحفظ كثير، لكن هي أني ممكن أحفظها لأني مار علي وحافظها من قبل يعني، فأراجعها وأخذ بها إجازة أدرس بها الأطفال إن شاء الله. أحاديثهم مجموعة فيها خير كثير مختارة. يعني الإمام النووي أيضا له كتاب رائع اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، كتيب صغير ولكنه يحوي من الفوائد الشيء الكثير. نعم، كما قلت ذكر أسماء علماء، ذكر حكماء، كتب، قراءات، أفكار، تبادل بالأفكار، عصف ذهني، دعابة، مسامرة، شعر يحبون الشعر. أنا لست يعني من أهل الشعر، لكن الشعر جميل جدا. قرأ الشيخ محمد علينا قصيدة للمتنبي رائعة جدا، يعني حقيقة يعني أنا استمتعت بها كثيرا، الآن لا أذكر الأبيات منها لكني سأبحث عنها. وحكى لنا عن بعض الناس مثل الشيخ السحنون، ووالد الذي أرسل لوالدته أمانة مع رجل كان يبدو خداعا، ولكنه أرسل لها معه رسالة مشفرة، فعندما طرحها الشيخ لم نفهمها نحن، لكن والدة الشيخ سحنون راجعت أشعار العرب كلها التي تحفظها في رأسها حتى وصلت إلى بيت يبتدئ بارتأيت أظن، فعرفت ما الذي يقصده ابنها، وأنه أرسل لها 90 دينارا ونسيت يعني أشياء أخرى، يعني خادما وشيء آخر اكتشفتها من خلال تلك الرسالة المشفرة. يعني حب العربية من الإيمان يا إخوتي. نحن نتعبد الله بتعلم العربية، نتعبد الله ليس من ناحية قومية، وإن من أنها لغة القرآن، ولن نستطيع أن نفهم إعجاز القرآن ونكت القرآن وحكم القرآن وأحكام القرآن إلا أحكام القرآن إن لم نكن متقنين
مجيدين للغة الضاد، هذه لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. الله يرحمك يا يوسف الصيداوي، اللغة والناس تذكروا. اي والله الله يرحمه، كانوا يتمسخروا بس والله الله يرحمه، كان برنامج مهم جدا. المهم يا اخوتي، النقطة اللي وصلت لكم اياها هي، الله يا رب عطول يجمعنا باهل العلم. انا وقت صغير الله لا يسامحه اللي حرمني صحبة اهل العلم، شو بدي اقول له؟ عرفت شلون؟ هلا صرنا كبار نركض وراء اهل العلم، بس بفوتوا من هون بيطلعوا من هون. العلم في الكبار كغصن انكسر. الحمد لله الحمد لله، واتقوا الله ويعلمكم الله. حبيت سلم عليكم، ضليت اكثر من 24 ساعه بلا انترنت، قاعدين بنص الغابه ما في لا شبكه لا تليفون ولا شبكه. الحمد لله كانت متعه 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 كبيره. السلام عليكم.